أهلا بكم مشاهدينا في برنامج خاص. 3 تساوي 1 معادلة لم تصدق في علم الرياضيات ولكنها صدقت في علم الحياة مع نهى وندى ونورهان، 3 فتيات جزائريات متميزات. صنعنا إن صح التعبير الحدث مؤخرا، رفعنا التحدي وآمنا بمقولة من جد وجد ومن زرع حصد، وأيضا من سار على الدرب وصل. الفتيات 3 إضافة أنهن بطلات في الدراسة فهن أيضا بطلات في الرياضة وبالتحديد لعبة الكاراتي. ندى ونهى ونورهان هم ضيوف برنامج خاص لنهاري اليوم. دعوني في البداية وأتمنى أن لا أخطئ بينهن في 3، ولو أني حددت المعالم في البداية. ندى على يميني، مرحبا بك. ميرسي، يعطيكم الصحة ندى. وأيضا اليوم لدينا ضيف آخر يحضر معنا وهو أيضا مشارك بطريقة أخرى في نجاح هؤلاء الفتيات 3، وفراح ناصر، عضو المكتب التنفيذي للجزائر الوسطى. مرحبا بك الأستاذ ناصر، ستشاركنا أيضا الحديث في عدد اليوم إن شاء الله. وأرحب أيضا بنهى على يساري، مرحبا بك نهى. ونورهان أيضا مرحبا بكنا 3. أولا دعوني أهنئكن بمناسبة النجاح في شهادة البكالوريا، ألف مبروك ومزيد من النجاح إن شاء الله في المسار الدراسي الجامعي ولما لا الدراسات العليا فيما بعد. في البداية دعونا نتكلم على مسيرة النجاح ومسيرة التحضير لشهادة البكالوريا. الأكيد أنها لم تكن سهلة ولن تكون سهلة لا عليكن ولا على غيركن. أولا حدثوني، يعني دعونا نستمع إليكن في 3. أبدأ معك ندى، كيف كانت مسيرة التحضير؟ كانت ديفيسيل بزاف، مي أنا سو جيري بين السبور والقراية. هي احنا بدينا من الأول، جوغ تفهمنا كنبداو من الديبي داني حتى الديرني جور باش تكون فرحه كامله فعلا. وان شاء الله والحمد لله اللي ربي وفقنا ونجحنا لي 3 ان شاء الله. وبصراحه نجاحكم في 3 يعني ما شاء الله تبارك الله. ما كانتش عندكم الشكوك بانه تنجح وحده او اثنين وحده ما تنجحش؟ كانت عندكم الثقه بانكم تنجحنا في بس كنا نقراو، مي كنا دايرين هذيك تاع ربي اذا كتب وحده كذبه نقبلوها وخلاص. تفضلي نوعا 3 وفرحنا والدين هذا هو الصح فعلا. احنا نقراو كيف كيف، زعما وحده تخرج تشري نديرو بوز حدا ترجع باش نبدا نقراو كيف كيف. وعندكم تقراو نفس الشعبه نفس الكلاس كلش. ما شاء الله تبارك. كيفاش كان التعامل ربما مع المجتمع، مع الطلبه، مع الاساتذه؟ برك لي بروف ما يفرقوش لنا الاساتذه، يعني ما يفرقوش. وصعب جدا لانه انكم توام متطابق ما شاء الله عليك. حتى انا حددت المعالم في البدايه. استاذ ناصر تفرق بيناتهم انت؟ ما فرقش، شفتهم دنيير مون وين سيتي لا كومبيتيسيون المنافسه. دوك قلت لسقسيتهم قلت لهم شكون اللي كانت فريمون فيهم. فعلا. يعني خلينا نبداو من الصغر، يعني هل المسار الدراسي كان نفسه، المستوى يعني كان من الصغر هو نفسه بالنسبه لكم 3 ام فيه يعني نتائج كل وحده وكيف يعني؟ الحمد لله كنا كيف من اللي بدينا من البريمير نفس المستوى نفس كنت بعدا غير بالفواصل بالفواصل هذا ما كان مره تجي وحده الاولى بعدا فاصله زاوجه كل مره كيفاش. سبحان الله. وحده على وحده نو. نورهان تكلمي انت قليله الحديث يعني. كامل كيف نو، ما كانش بروبليم بيناتنا زعما وحده تفوت الاخرى ولا. فعلا الحمد لله يا رب. ندى كيفاش كانت النتائج منذ الصغر يعني؟ تري بيان الحمد لله الحمد لله. جوغ ما كانش جوغ ديفيرونس بين زعما بريمير سيام وليسي، كان تحسن، كان كل ما نطلعوا كل ما يزيد التحسن. مرحله المتوسط ام الثانويه اللي كانت احسن بالنسبه للتحصيل؟ ثانويه. انتم قريتوا في ثانويه الرياضيه داليا ريسيت سبورتيف ناسيونال؟ فعلا داير. نحيو كان الطاقه نتاع لي سبورتيف الاداري التربوي موسي مخلوف مدير الثانويه الرياضيه. الثانويه كامل عاونونا، كانوا معنا في نجاحنا
سورتو زعما صباح نقراو ساعدتنا بزاف صباح نقراو توجور من 8 ل 12 الوحده ومن بعد كيفاش جا كوفيد كنا نلقاو حشيه دوكا ماناش نقراو نقراو 8 الوحده وحشيه توجور سبور توجور سبور جوغ السبور عاوننا نحنا لا بريسيون تاع قرايه 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 سمعتنا مليح والعقل السليم في الجسم السليم هذه حاجه مليحه بين زعما لو كان تقرا صباح حشيه العقل تاعك ما يستوعبش فعلا لازمنا نريحوا شويه احنا الوقت اللي نريحوا فيه نديروا سبور تمارس السبور في الثانويه في الثانويه الرياضي ونهار يكون عندنا في الكلوب نخرجوا يجينا شوفير ونخرجوا ليسي سبورتيف ثانويه رياضيه بصراحة يعني السؤال نوعا ما هل في مرة من المرات يعني واحدة تروح مكان أخرى تجوز الامتحان كيف كيف لا كلاس تقرأ يعني إذا غابت واحدة غيبوا في ثلاثة في ثلاثة يعني يبان يبان يعني ما شاء الله وفي النادي الرياضي في النادي يعني الحمد لله راهم جوغ واقفين معنا غاف فريمون واقفين معنا دايوغ مسيو رياض أيت عودية le président du groupe Média Algérie هو اللي عرفنا بالكلوب اي اس او اللي راهم عليهم قائم عليهم سي قصحي قصحي اللي دايرين كامل واش رانا حابين باش نلحقوا باسكو على بالهم فريمون رانا حابين نشرفوا بلادنا ورانا حابين نبينوا بلادنا في المحافل في المحافل الدوليه الاخرى فعلا نعم دونك فريمون راهم معنا معاونينا الحمد لله خلينا سناتي الى يعني الشق الرياضي وكيفاش تعاملوا مع الرياضه وغير ذلك نبقاو في الشق الدراسي في السنه الثالثه ثانوي يعني التحضير للبكالوريا اعتمدتوا على الرقمنه على يعني الدروس الخصوصيه ام اكتفيتم فقط بالدروس التي يقدمها او تقدمها الثانويه الرياضيه؟ نو كامل درتوا الدروس الخصوصيه ودروس في باش تدعموا بها باش ندعموا نهار نتكلم سي با فاسيل بين هذه باش نقراو صباح وعشيه سبور نعياو مي كونت اون فو اون بو هذه هي توجور بابا ماما توجور مورانا قالها ما تحبسوش توجور عندكم غير لازمكم تلحقوا ليه الحمد لله يا ربي فرحناهم هذا هو الصح والحلم شهادة ليس شهادة البكالوريا اللي يعني توقف الحلم دوكا مرحلة طلعنا مرحلة ثانية مرحلة أخرى مرحلة أخرى عندكم ما عندكم فكرة أنه ما هي التخصص ربما الذي ستأخذونه فيما بعد في الجامعة عندكم فكرة يعني معينة كملوا سبور كملوا سبور في الرياضة مستشارين في الرياضة ما حبيناش نخرجوا على سبور باسكو إذا درنا تخصص واحد آخر راح جوغ ينحينا الوقت تاع سبور حنا رانا حابين فريمون نديروا جوغ نمثلوا بلادنا ما شاء الله طموح طموح باش نلحقوا ليه ان شاء الله برومي برومي لكم ان شاء الله كاس نهار تشوفونا على وسط ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بطل قولوا لنا كيفاش كان المجتمع ينظر فيكم انتم ما شاء الله ثلاثه تمشينا في الطريق بلباس واحد وانا شاهدت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كلما تظهرون في وسائل التواصل تظهرون بلباس موحد ما شاء الله عليكم يعني كيفاش كانت جو هي بابا ماما ملي كنا صغار يلبسونا كيف دوكا امبوسيبل ما نلبسوش كيف سي امبوسيبل والفتوا بهذاك النمط تكون حاجه ناقصه ما نخرجوش لازم تحضر كل شيء لازم تحضر تكون كيف ما شاء الله ندى تكلم كنت خايف من نورهان انا ما تكلم نوها او نوها نورهان هي اللي ما تكلم هذيك نوها لانه تابعت نورهان هي اللي عندها قليله الكلام ندى تكلم حنا كي تربينا نلبسوا كيف كيف ثم دوكا نضنا هكذا ما كان ما نلقاوش زعما حاجه كي نروحو نشري ما نلقاوش حاجه ما نشروش ما عجبتنا ما نشروش حتى نلقاو ثلاثه كيف كيف باش ندوها والمجتمع نظرة المجتمع هكذا تشوفوا تقولوا بيزار جونغ ما نشوفو ما نشوفو مليح يقولنا ولاد الشهداء قلنا 1 2 3 احنا نقولهم فيفا لاجيري ما شاء الله هذا يعني اندماج في المجتمع ضروري جدا يعني فعلا وفي اللباس يعني شكون اللي يخير اللباس يعني عندنا المنبونا عاد تجبد وحده خلاص هذاك هو الاخرى تقول نعم ما شاء الله كيفاش تحضروا يعني كيفاش في الاعياد ايضا في المناسبات دابا كي نروحوا نشي وحده تروح تلفت حاجه تلقى حاجه هذا نتلاقاو ونقولوا اسقوهم في باص ما شاء الله طيب استاذ ناصر انت ياتينا لك الفتيات الثلاثه يعني في النادي والنادي ايضا خرج الكثير من الابطال استاذ فراح ناصر وانتم تعمدتوا تخيروا هذا النادي بالضبط للجزائر الوسطى كانت عندكم فكره على هذا النادي من قبل يا مسيريات تعاوديه هو اللي دانا ليه
وخيركم من الثانويه الرياضيه لا كيف؟ يعرفنا يعني من قبل انا عارفه قبليه يعني بعتهم لي سي سبورتيف لاسوسياسيون درجه سنتر بالا. طيب وكيفاش تحضروا في ايضا في النادي الرياضي ندى؟ ديما دوكا نحضروا كل يوم باسكو عندنا ناسيونال عندهم كومبيتيسيون كومبيتيسيون نحضروا توجور باش نكونوا. هذه مسابقه وطنيه يعني وطنيه كاس الجزائر كاس الجزائر الجزائر. واش بالحزام في عندكم في كاراتي انتم؟ مارون. وشحال بقات لكم السانتور نوار؟ ونوار فيها لي دان. بريمير دان دوزيام دان فعلا. جميل جدا. وش من كوميتي ام كاتا؟ كاتا كاتا كاتا. ان شاء الله يعني ان شاء الله موفقات ان شاء الله. ولكن لازم تكلموا باش تعاوني تعاونوني في هي مليحه في الكاراتي كاتا هي كاتا باغ ايكيب كنا كاينين ثلاثه لازم يكونوا كيف كيف وحنا ظهرنا انه دي تريبلي ما شاء الله عندك نفس حوايج كيف كيف كيمونو بلوتو شعرنا كيف كيف الفيزاج كيف كيف حنا سبحان الله تريبلي ما شاء الله ما شاء الله مازال نلقاو شي تريبلي مي ما كاش اللي يديروا كاتا باغي ما شاء الله جوغ الجزائر ليكزيبيسيون هكذاك ديروا في ثلاثه جوغ دوكا الجزائر عندها جوغ ثمره بين يديها ما شاء الله عندها ثمره بين يديها لازم تستغل هذه الثمره لازم تستغل جوغ لازمنا الدعم باش راح باش نلحقوا راه واحد ما يقدرش يلحقك وحده فعلا. طيب احنا نتمنينا ان الوالد يعني يكون حاضر معنا اليوم ولو انه تعذر عليه المجيء. طيب تعامل الوالدين ايضا معكما اكيد فرحتموهم يعني بهذه المناسبه مثل كل الناجحين كيفاش كان التعامل معكم؟ احنا الوالدين في العاده انه يتعاملوا مع مترشح واحد لشهاده البكالوريا يقول لك صعب جدا تتعامل مع ثلاثه مع ثلاثه ما شاء الله حضركم الظروف و ما وفرنا كلش مي احنا ما كناش في الدار احنا كنا في سبورتيف كنا جوغ نباتوا تماك اون دي زانتر في داخلي داخلي كنا جوغ نهضر معاهم غير في التليفون ولا بالويكاند نخرجوا في الثانويه الرياضيه في دراريا انتم وين تسكنوا يعني؟ باب حسن. باب حسن قريبه قريبه ماشي بعيده بصح كنا تماك جوغ باش ما نديروش جوغ الوقت تاعنا ما يضيعش ما يضيعش ما شاء الله كنا احنا نوينا ندخلوا لي سبورتيف باش ننجحوا في السبور تاعنا وقرايتنا او ميم طون درنا هدف نتمشاو عليه وان شاء الله نلحقوا له يا ربي ونفرحوا. والهدف هذا هو وليد يعني انتم صنعتوه هذا الهدف جاء عندكم ام كيف حتى اصبح الهدف انه تواصلوا في مسار الرياضي في الكاراتي في هذا المسار يعني هي كيفاش جا هذا؟ في اون فامي سبورتيف كامل الله يبارك بابا وماما يديروا فولي بول وما كروند سور تانيك تلعب فولي بول تلعب فولي بول تانيك بروميير ديفيزيون كلاس الطائر احنا ثاني نقول لك مي معكم برك خرجنا عليهم كاراتي هما بول احنا كاراتي الكاراتي يعني ما شاء الله. طيب استاذ فرح ناصر ايضا نشرك في الحديث التعامل مع رياضيين يعني يدرسون ويمارسوا الرياضه ربما يتطلب نوع من التعامل الخاص ام نفس الشيء يعني اي سي لا بريزون شارج توتال يعني اون لي بري اون شارج ماتيريالمون كلش يعني من الباب باش ديرها بلوز اليز اللعابه باش تكون واجده المنافسه او في الامتحانات فعلا. طيب قضيه نبقاو في الوالدين يعني من هو اللي يلعب الدور الاكبر الوالد ام الوالده؟ هما كيف كيف يزول بصح بابا بوكو بلوس سبور لانه يمارس رياضه دونك حنا قلنا له بابا نحبين حابين نكملوا في مسيرة تاع الرياضة وتقبلوا هذه الفكرة الوالدين احترموا قلنا شنو حابين حاجة تحبوها كملوا فيها كملوا فيها احسن زعما قالوا لنا ما ديروش سبور ولا ما ديروش هذه العكس يعطونا القوة باش نكملوا يحفزوا فينا الحافز المادي والمعنوي ايضا وشيء مهم جدا ان الوالدين يعاونوا ابائهم في تحقيق طموحاتهم المستقبليه وما يبقاوش عائلهم. طيب نروحوا الفاصل نسترجع بعض الانفاس ونعود لمواصله النقاش استاذ ناصر. معليش استاذ ناصر مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج خاص. قلنا في الجزء الأول أننا استقبلنا ونستقبل ثلاث فتيات متميزات في الدراسة وفي الرياضة، أبطال في الرياضة. الآن نتكلم في الجزء الثاني على الوضعية تجاه رياضة الكاراتي، طموحات، الآمال، ما هي ربما الألقاب إذا كانت أنك ألقاب تحصلتم عليها أم لا. نبداو بندى. ندى دوك سبور راهم يدعمونا الحمد لله. مسيو رياض ايت عوديه اللي قلت لكم قبل البريزيدون دو جروب هو اللي ساهم ميدي اجرا يساهم بزاف، ومسيو قاسحي اوسي كلوب اي اس او راهم يدعموا فينا واش يقدروا باش نلحقوا، باسكو راهم عابلهم بلي عندنا طموحات اوني كاباب باش ندير لهم دي ريزولتا قادرين وان شاء الله ما نحبسوش جوغ فريمون حابين نديروا يعني مسيره. وفيه اعتقد بانه كاس الجزائر ستقام في وهران للعبه الكاراتي، لم يتم تحديد ربما يعني التاريخ بالضبط، وعندكم طموح انكم تذهبوا لكاس الجزائر، ستشاركون في هذه يسمح لكم التاهيل انكم تشاركوا في الدور النهائي. الهدف تاعنا انه ان شاء الله نتحصلوا عليه احنا لهذا الكاس. ان شاء الله نديروا احنا البوسيبل تاعنا واللي ربي يكتب هنا مرحبا بها. وعندكم قادرين انكم تكونوا بطلات في كاس. واش من الالقاب اللي تحصلتوا عليها نورهان؟ ثوازيام بلاس ناسيونال في الوطنيه. نعم كاس الجزائر لهذا العام. شعرتكم انتم تمارسوا 5 سنين مي وين تبدينا كاراتي فريمون صافي 3 سنين. لانه الوضعيه ربما ايضا الوبائيه اثرت على الرياضيين ككل. هذا جوغ كوفيد ما اثرش علينا، زادنا الناس حبسين. وين كنتوا تمارسوا لعبه؟ كنت جوغ قدام الدار تاعنا عندنا كاين ثناء يعني اكزاكتومون توجور مع بابا نخرجوا نطريني في الليل نخرجوا في الليل الصباح مهم ما نحبسوش. مع الوالد يعرف شويه كاراتي كوتي فيزيك كوتي جيد. طيب قلنا بانه المركز الثالث تعولوا الان انكم تحسنوا من المرتبه، اكيد المرتبه الثانيه فعلا اون كاتا باغ ايكيب. والهدف الوصول للمنتخب الوطني ان شاء الله. عندكم على هذا عندكم فكره كيفاش توصلوا للمنتخب الوطني؟ خدمتنا خدمه. وربما اذا استاذ ناصر اذا احتلوا مراتب الاولى يكون مباشره يتاهلوا للمنتخب الوطني ام فيه اختيار يعني ليكونوا في العالم؟ شوا يعني شوا دو سيليكسيونير تاع ليكيب ناسيونال الى عندهم لي كاباسيتي القدرات قدرات ممكن يكونوا في 3 ليكيب ناسيونال ان شاء الله. انتم يعني تستقبلوا الفتيات الثلاثه كيفاش تتعاملوا معاهم؟ كيفاش معنويا ما هو الشكل هذا الدعم؟ كيف يكون هذا الدعم؟ الدعم تحط لهم كلش على ديسبوزيسيون يعني تعطي لهم كاع الوسائل الامكانيات باش تخلي الاتليت يعني دائما في وضعيه وهذا الشيء اللي لقيتوه ربما انتم في النادي تيموني رامي هنا تيموني في النادي الرياضي. طيب قلنا بان الوالدين يدعموكم حتى في الرياضه يدعموكم ما دام انهم يعني عائله رياضيه في نهايه المطاف. النادي الرياضي استاذ ناصر فراح لو تحدثنا عليه اكثر خرج ابطال استاذ ناصر. ايه هنا اون بليزير ديسيبلين عندنا مجموعه من الرياضات عندنا يعني لا باس سي الفوتبال فيمينا وسلاك داروا كاراتي عندنا كاراتي جارو سا سي نوفو يعني بور نو غير حنا ثلاثه جوغ ما كاش انتم الثلاثه سي تو كي ريبريزونت سيت ديسيبلين ان شاء الله يعني تلقاو كل الدعم كل الدعم لان فوتبال في مينا اون ابري 11 كوب دالجيري ما شاء الله يعني فريق يعني يخرج الابطال خرج او نادي يخرج كانوا عندنا 10 11 في ليكيب ناسيونال فريق الوطن ما شاء الله يعني على سون بارماريس. ويشرف عليكم مدرب معين كوتش ابراهيم بنان نشكروه ساعدنا بزاف كوتي ماشي غير كوتي سبور في كامل جوغ كان يدعم فينا في قرايتنا في سبور تاعنا في كلش ما تحبسوش ما تحبسوش. والنادي الرياضي في الجزائر العاصمه يعني جايز الوسطى
يعني مشقة فعلا باب حسن درامي ترونسبورتين دايوغ نحيي دايوغ نحيي عمو بحبوح عمو رضا عمو رضا يديهم ويجيبهم يدينا ويجيبونا النقل شيء جميل يعني لأنه فعلا متعبة تجري وراء هدف معين وراء طموح دائما صباح مساء ومع الدراسة أيضا أنك توفق شيء جميل يعني اللي يحب ينجح هكذا لازم توفر له كل شيء ويتعب لازم يتعب باش ينال هذا هي اللي راسم زعما عنده هدف يشوف له قدامه شوف الطريق ديالو قباله فعلا نعم حاجه ما تحبسو ماديا ما كنتوش يعني ما كنتوش تكلفوا ربما والديكم اكثر من طاقتهم لانه فيه مصاريف نوعا ما رياضيا شويه يعني فيش كثير ماشي حاجه كبيره تكاليف يعني كيمونو مادام النقل هو النقل ربما اللي نقل واللباس شويه فعلا طيب هذا تقريبا تكلمنا على الجانب الدراسي الجانب الرياضي ما عندكمش كلمه اضافيه في الجانب الرياضي هنا داعمينكم على كل المستويات يعني الحمد لله احنا حابين الدوله والشعب الجزائري يكون معنا باش نحقوا ما نقدروش وحدنا لازم يكون عندنا مورانا الدعم باش نحقوا انا حابين باش نبدو الجزائر علمنا رايتنا الهدف هو الرايه الجزائريه وانا نشوف بانكم جيتوا بالرايه الوطنيه الجزائريه انا 100% الجزائريين وفخورين كحنايا دي الجزائريين ماذا بينا تكون الجزائر على وتر دائما واش يمثل لكم العلم الجزائري والبلد الجزائر ندى مثلنا كلش علم بلادنا اللي زدنا فيها وماذا بينا نشوفها في اعلى المراتب ونشوفوا علم ديالنا يرفرف ان شاء الله بين كامل البلدان تاع العالم ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوفوكم ابطال عالم ان شاء الله قادرين انكم تكونوا ابطال عالم ان شاء الله يا رب لما تشوف المنافسه العالميه منافسه شديده انا خدمتنا ربي سبحانه نقول ان شاء الله ولما في المواجهه يعني لما تكون انت لي بلاد غانيونت ايوه دائما ان شاء الله ولما تدخلوا في المنافسه تدخلوا بعقليه المنهزم عقليه الرابح عقليه الشك بالك هذا يغلب عقليه الرابح كيفاش تدخلوا تدخلوا ما كاش زعما نخسر ولا رابحين كما جات تجي رابحين ان شاء الله دائما بعقليه الرابح موتيفي بعضنا بزاف وتتنافسوا في بيناتكم يعني ديروا كاطا ولا لا ولا كاطا يعني كاطا نكونوا باغي كيف يعني انديفيديال نطيحوا كيف يعني تمارسوا اللعبه في ثلاثه يعني كاطا باغي كيف كاطا انديفيديال يعني ما كاش منافسه يعني بيناتكم لا ديفاجي باسكو كي ندخلوا انديفيديال مرفوع نطيح زعما انا ونوها في لا ميم بول في التدريبات يعني ما يعرفوناش يقول لك عاودتي كاطا يقسيوك باسكو لو كان تعاودي كاطا ما تقدريش تكملي يقسيونا هما ما عرفوش كيما ديتريبلي ما كاش بروميير فوا ما كانش عارفه بلي حنا ديتريبلي دخلت انا وندى دخلت كاطا وخرجت ندى دخلت كاطا وخرجت ميم كاطا قصوني قالت لها ما عادش قصيتوني قال لي عاودتي كاطا قلت لها ماشي انا دخلت ندى هذيك اختي وهذه من بين المواقف الطريفه يعني ولو تحكي لنا على مواقف طريفه اخرى صرات لكم يعني فرونسي مره بروف ديال الفرونسي كنا سي ام كنا انا وندى نقعدوا كيف نوحين قدامنا حد المره قلت لها هنا نديروا نقلبوا بلاصه قالت لا ايه انا قعدت نوحين ونوحين قعدت في بلاصتي ابخي البروف قالت لها شكون انت باش تقولها نوها باسكو تعرفي اللي قعدنا قالت لها نوحين كنا يديرونا ديزانفيتي ما يحبوش ينوضوا يسلموا كيفاش نديروا ما يعرفوناش كنا صغار كنا نشابوا بزاف دبحت وحده وخلاص نروح انا نورهان دي سي بيزو كاين منين تا كيسموا ربعه عندي 12 ما حبوش يعطوني الدراهم نخلصوك نروح بلاصتهم مادام مازال من الان ما ديتش الدراهم وشكون اللي تحشم فيكم يعني ولا الجريئه لي تخوا بس ولكن نورهان اكثر ما تحبش نهضر طيب جميل يعني موفقون ان شاء الله استاذ ناصر ما تكلمتش كثير ايضا على النادي قلت بانه قدم ابطال 11 بطل ومازال يقدم ايضا وان شاء الله الابطال القادمين هما ندى ونهى ونورا ان شاء الله في كاس الجزائر قاعدين تحضروا له كاس الجزائر في الكاراتي فقط يعني جوغ هما مدعمين جوغ طاينا المفتاح وقت اللي حبيتو اونتريني بالتنسيق مع المدرب اكزاكتوم بتاع
الحلم دائما نتكلم على الأحلام وكذا والطموحات، الحلم الكبير يعني سقف الطموحات، ولو أنه يقول لك صعب أنك تحكي على حلمك يعني. صح. دائما تخبيه باش ما يضربوناش بعينك. عندكم هذا الاعتقاد أنه يضربونا بعين؟ عادي. ربي يستعان. بارك الله فيك. أتخ شامبيون. ان شاء الله هذا الشامبيون دي موند دي موند ان شاء الله ان شاء الله الشامبيون المهم نبداو على الجزائر هذا هو صح ان شاء الله يا رب. طيب في وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما شاء الله انتشرتم مؤخرا بشكل كبير افتخار يعني بطبيعه الحال انه فتيات ثلاثه. طيب تكلمنا على الكثير من النقاط مع ندى ونورهان ونهى مؤخرا، يعني وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صوركم بشكل كبير يعني ما شاء الله، وقالوا فتيات ثلاث متميزات جزائريات يصنعن الحدث في الدراسة، وشفناكم حتى أيضا بلباس الكاراتيه لباس كاراتي في ثلاثة. ولكن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أيضا أخبار بأن كنا من جنسية أخرى، هذا أولا يدعو للفخر أنه جنسية أو يعني بلدان أخرى تتبناكم، يقولوا باللي هذا تاوعنا لأنه هذا يكون ما جيتوش تشرفوا ما يقولوش يتبناوكمش يعني، هذا فخر لكم. ولكن أنتم جزائريات 100% سواء بالنسبة للأب أو بالنسبة للأم يعني، وأنتم أصلكم قبائلي هنا من الجزائر. هذه مجرد إشاعات برك. Nous sommes des Algériens, 100% des Algériens, et nous sommes des Algériens. Nous avons vu que nous sommes dans les douaniers de l'Ukhra, et nous avons vu que toute l'Ummah islamique et l'Arabie, et aussi la Palestine, la Habiba, nous avons vu que nous sommes dans les douaniers de l'Arabie. ما شاء الله يعني الأمة العربية والصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة إفريقية، نتمنى ولا فعلا أنها تستقل من احتلال فعلا. طيب أيضا نورهان كيف شفتي هذا لما تشوفي روحك من بلد آخر فجأة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تتشوكي البلولة مي تبناوك مي نسوم 100% أجيريان جسوي فيغ دتر أجيريان فعلا. ندى أو نهى؟ هو فخر تشوف بلاد آخر يتبناك، مي يبقى أصلك جزائري، دمك جزائري، وأنت تري فيف على جيري. ونبضك جزائري. ناصر كيفاش تشوف هذه الإشاعات يعني دائما طايحين في، نحن في عصر التكنولوجيا وعصر وسائل التواصل الاجتماعي تكثر هذه الإشاعات. وتعامل معها يكون دائما إنسان فطن يعني يتبنى أو يتحرى الأفكار ويتحرى. ديجا أنا كي شفت في فيسبوك جيت إيتوني قلت واش شوكل جاتني شغل دهشة. هادو يسون ألجيريان يريبريزونت الألجيري يسون ني أون ألجيري يقراو في الليسي في الجزائر. نعم الجزائر الوسطى يعني ان شاء الله. وشفناكم حضرتوا حتى بالعلم الفلسطيني والعلم الصحراء الغربيه والعلم الجزائر وعالم العالم الامه العربيه، فخر لكنا. انا في النهايه نتمنى لكم كل التوفيق لندى ونهى ونورهان، موفقات ان شاء الله خاصه في المنافسه القادمه في كاس الجزائر بوهران، واكيد الاستاذ ناصر حيقدم لكم كل الدعم. جو سويت بون شانس بور 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 كيما يقول لك لا فاز فينال دو لا كوب دالجيري. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. كلمه اخيره تحبوا تقولوها؟ شكرا على الاستضافه وصافي بليزير دات بارمي فو. ميرسي بوكو. تفضلي. ميرسي بوكو على غتونا حضرنا معكم، فريمون كون بليزير. مرحبا بكم نورها. ميرسي بوكو. نورها عطينا جمله. ميرسي بوكو مستشارة رياضية. ما كنتش حابة تكوني تخرجي على الصف نورهان؟ جامي نو. تكوني حاجة أخرى يعني؟ نو. من الصغر وأنتم حابين تكونوا رياضية؟ كيف كيف توجور. ما كنتش حابين تخرجوا ما بالش أنا أطباء؟ نو أو دي تو. سبور. سبور. ما شاء الله يعني ما قدرتش نقنعكم أنكم تكونوا حاجة. طيب شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم كل الخير، وأيضا الأستاذ ناصر بارك الله فيك. موفقون أنتم أيضا في النادي الرياضي. شكرا جزيلا لكنا في الثلاثة، ونتمنى فعلا استقلال فلسطين تام وأيضا الصحراء الغربية. شكرا جزيلا لكم، وشكرا أيضا موصول للسادة المشاهدين، نلتقي في فرص أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.